السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح استعرض معاكم للقطعه. هذه القطعه كذا باينه كذا باينه. اوكي ممتاز. طبعا قطعه صغيره تركبها في اليو اس بي سي يطلع لك مدخل الايفون. طبعا تقدر تستخدمها على اللابتوب، تقدر تستخدمها على الايباد اذا كان عندك ايباد، تقدر تستخدمها اذا صار عندك اجهزه يو اس بي سي مثل الاندرويد وكل شيء وما تبي تمشي بسلكين. فخلاص عندك يو اس بي سي تشحن جوالك الجالكسي، تشحن جوالك هواوي او اي جهاز او لابتوب كل ماك مثل ما قلت. تاخذ معك القطعه، ما يحتاج تاخذ سلكين معك. طبعا القطعه يجي معها 5 فولت والكرنت 2.4، فتشحن معك تقريبا 12 واط. ما راح تكون 18 واط، 18 واط هو الشحن السريع للايفون، راح تكون 12 واط، يعني تفي بالقرار. فلو بنفتحها كاتبين لك انه فاست تشارجنج ولا شيء ذي كلها، فاست تشارجنج 12 واط لكن مو ب 18 كامل. افتحها معاكم مثل ما تشوف الكرتون شلناه، هذا اللي يجيب العلبه، ما يجي فيها اي شيء هذا العلبه فاضي. نفتحها مثل ما نشوف القطعه فاضي ما فيه شيء. تجيك تقريبا ما ادري الومنيوم بلاستيك والله ما ادري ايش نوعيتها، بس انك تجيك معاها القطعه وهذه معاها. تدخل هذه هنا من الجهة الثانية، بس تركبها على السلك اللي تبيه انت، اي سلك تخليها مركبة فيه عشان ما تضيع. انا بحطها على السلك هذا، نسكرها كذا كذا خلاص. هذا شاحن الايباد او شاحن الماك بكيفك انت او شاحن اندرويد اي جهاز تستخدمه، يكون شحن الجهاز نفسه الرئيسي وهذا شاحن الايفون. فالحين شو بنسوي؟ نركبه في الكهرباء نشوف. هذا الحين بنشحنه بالايباد، نركبه عندنا نشوف بدأ يشحن هنا. نشيك هذه مرة ثانية، نفصله نركبه كذا قاعد يشحن الايباد. واذا كنا نحتاج الايفون يشحن نركب القطعة نفسها في الشاحن الايفون كذا، نحط الايفون يشحن كذا، الايفون قاعد يشحن وبس. هذا الفيديو، هذا القطعة. طبعا القطعة موجودة في الامازون، قيمتها 10.98 دولار، يعني ب 11 دولار تقريبا. هذه هي القطعة، رابط القطعة موجودة تحت في الوصف. وبس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع، اعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.